FM. الكل مليك. صندوق النقد الدولي يقول لك على المسار الصحيح تونس اليوم. شوف المفاوضات كانت مريرة جدا ومتعبة جدا، والصندوق النقد الدولي لم يكن مقتنع بالمرة بالإنجازات اللي قامت في تونس وبالإصلاحات اللي قامت بها تونس، ولكن كان هناك يعني في الميزان أشياء كبيرة جدا، وكان هناك جانب سياسي خلينا نقوله بكل وضوح. نجاح التجربة وصندوق النقد الدولي وافق مبدئيا خلينا نقوله بالواضح، مش موافقة نهائية. الموافقة النهائية جي من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وفي شهر جوان مش الآن، ولذا هو وافق مبدئيا لصرف القسط الثاني فقط. الكل مليك.